عليها الطلب بكثرة من أسهل وأسرع معسلات رمضان، وبلا كثرة القوام ولا تمارة وبدون نشا، لسان طير بمذاق شباكية بطريقة الأصلية بلا زيادة ولا نقصان، ناجحة من أول تجربة، فتية وهشيشة ومجعبة. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا القناة ويعجبهم أكيد المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصورية. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله. واول حاجه كنحتاج هنايا نص كيلو اي 500 غرام من دقيق الفرس الرطب الخاص بالحلويات، وممكن تضاعفوا الكميه وانتم لكم الاختيار. انا كنبدا لكم غير بالكميه البسيطه القليله بالنسبه للناس اللي عندهم اول تجربه في هذا النوع ديال المعسلات. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا نص كاس من عبار كاس ديال العنبه ديال الزنجلان، اي ما يعادل 3 ديال المعالق كبار من بومبي مملوئين جيدا من الزنجلان اللي يكون مطحون ومعلك، ما كنحمروهش نهائيا هكاك، يعني غير نكونوا منقيينو مغربلينو غاسلينو منشفينو وكنطحنوه حتى كيتعلك لينا مزيان مزيان. ضروري ناكد على هاد الكيفيه هادي، ما يبقاوش لينا داك الحبيبات الزنجلان باينين. عندي كذلك كنحتاج واحد الغريبيل ضروري من الغربان في هاد المرحله هادي، معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه ومعلقه صغيره مزيج ما بين النافع وحبه حلاوه، كنغربلوهم مزيان مزيان. انتم تشوفوا علاش قلت لكم ضروري من الغربال، يعني واخا كنقتنيوهم مطحونين او كنطحنوهم في الدار راه تيبقاو داك الحبيبات ديال النافع او حبه حلاوه، ضروري ما نغربلوهم. ثم كذلك كنضيف هنايا نكهه الزهر، يعني كتبقى اختياريه. منين نقول دائما في اي وصفه النكهه، النكهه كتبقى اختياريه، ممكن تضيفيها ممكن لا. نكهه الزهر سواء قطرات او هاد الشاصيه اللي دايره بحال السكر. كذلك كنحتاج هنا ملعقه صغيره من الخل الابيض، من الاحسن الا توفر الابيض من الاحسن هو اللي كنديروه في الحلويات، ما نديروش داك العادي. معلقه صغيره من الخل الابيض، جوج معالق كبار تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده. انا درت هنايا 100 غرام ديال الزبده لانني استعملت ديال العلب، الا عندكم زبده حيوانيه اي ديال العبار ديروا غير معلقه واحده كبيره اي 50 غرام، لان ديال العبار كتكون ميدومه شويه على هذه ديال العلب، وانا هادشي اللي توفر عندي هاد الساعه. بيضه واحده واحد نصف ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره من الخميره حبيبات او معجونه خميره ديال الخبز، ما نكثروش فيها نهائيا غير نص ملعقه فقط، ما كنديروش خميره ديال الحلويات ديال الشاصي نهائيا. نحاولوا نجمعوا هاد المكونات هذه كلها بحال اللي غادي نبسبسوها، يعني غندخلوها في هاد الكميه ديال الدقيق كلها هي. وكيف ما قلت لكم اللي بغى يضاعف المقادير غتضاعفوا الكميه ديال البيض ديال الزبده ديال القرفه ديال النافع ديال الخل، وانتم وسير وسير. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نحاول ندخل داك الكميه ديال الدقيق في هاد المكونات مزيان مزيان حتى يولي يعني قوام واحد، بحال اللي غادي نبسبسوها مزيان مزيان حتى يولي القوام بحال هكا تماما، باش ما نحتاجوش فيها الدليك والعريك الى اخره. نبسطوا علينا المسائل من الاول، وهاد الطريقه هادي راه عندي معتمداها يعني من سنين، يعني قبل تمن نزوج وندير التريكه يعني من زمان ملي كنت باقا صغيره كنت كتحضرها الوالده، وهذه هي الطريقه عمرنا ما بدلناها لا في القوام ولا في الطريقه ديال التحضير. بلادك اجي تشوفوا طريقه جديده بنشا الى اخره، هذه هي الطريقه القديمه ديال زمان. كيف ما كتشاهدوا معايا بالنسبه للكميه ديال الماء غير محدده على حسب الحجم ديال البيضه وعلى حسب اين نوعيه الزبده درتو وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق. على العموم غتبقاو تضيفوا الماء والماء يكون غير دافي بحال اللي كنعجنوا به الخبز تماما او دفى منه، يعني كندفيو غير واحد شويه، كنبقى نضيف الماء غير بالتدريج ما تزعموش عليه، بشويه بشويه نتوما كتجمعوا حتى كتحصلوا على العجين تماما بحال ديال المسمن او الرغيف، ما يكونش كيتلصق ما بين اليدين كيف ما هو موضح قدامكم في الصوره، وما يكونش قاصح ماشي بحال العجين اللي غنصيبوا به الشباكيه، لا بهذا القوام هذا كندلكها او نعركها تقريبا غير واحد دقيقه غير كيتمزجوا ليا المكونات ملي كنكتفي من الكميه ديال الماء بهذه الطريقه هذه. انا غادي نقسمها على اربعه، ممكن تخليوها كتله واحده
وتغطيوها بواحد كيس بلاستيكي وتخليوها ترتاح 5 دقائق فقط. واخا درنا فيها غير داك الربيع ديال الخميره، بغيناها ترتاح غير واحد 5 ديال الدقائق لا غير. انا قسمتها على 4 باش منين نجي نشكلهم ما تصعبش معايا داك الكتله كلها نبقى نهز ونخبط فيها. لهذا كندير هاد الطريقه هذه، وانتم لكم الاختيار. كنبغي نشارك معكم جميع المراحل. من بعد ما كنقسمها كيف ما قلت لكم، عندنا هنا واحد شويش ديال الزيت ونغطيها بواحد كيس بلاستيكي ونخليها 5 ديال الدقائق، 5 دقائق لا اكثر. من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق تقريبا، كناخذوا هنايا يدينا كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنمحيو داك اللاطا او داك السوينيه اللي غنوضعوا فيها الكويرات، هي نمحيوها غير مسحه غير واحد الدهنه ديال الزيت، وكنشكلهم على هاد الكويرات هادو بحال اللي غادي نحضروا المسمن ديال التريد او الرغيفات، يعني كويرات يكونوا الحجم الصغير كيف ما موضح قدامكم في الصوره. نتمنى الشرح يكون واضح والصوره كذلك اوضح. ملي كنساليهم كنرجع نغطيهم ونخليهم جانبا واحد دقيقه او زوج باش نبغي نشكلهم ما يعصاوش معايا. كيف ما كتهما تنساهاوش عليهم وتنساو تخليهم نص ساعه ولا ربع ساعه ولا غير زوج دقائق راها كافيه. بما كندير المقله ديالي تسخن وبيد ما كنحضر هذا الورق ديال الطهي، اي بابي كويسون اللي كنقطعو على شكل دائري، كنجيب شي غطايه ديال شي طاجين او ديال شي حاجه، ولكن نعطيكم القطر، القطر على حسب الكويرات اللي نتوما شكلتو ديال العجين، ولكن القطر ما بين 26 حتى 28 او 30 كتلعب في هاد المراحل. كيف ما كتشاهدوا معايا نتوما ما غديوش على القطر ديال داك الدائره اللي قطعتو البابي كويسو او على المقله، غتمشيو على حساب تقريصه باش قرصتو هاد الكويرات ديال العجين. كتبقاو تطلقوا فيها، وهاد الطريقه راها ساهله جدا لا بالنسبه للمحترفين ولا للمبتدئين، بلا ما نبقاو نطلقوها بداك النشا او بالدقيق ونديروا وحده على وحده. هذه راه الطريقه القديمه والاصليه، غندورو حتى كنعياو وكنرجعوا للطريقه الاصليه. كندهن بشويش ديال الزيت، ما تكثروش الزيت، راه ما كنديروش هنا مسمن ولا ملاوي، غير مسحه خفيفه ديال الزيت وتنبقاو غاديين معاها دقه دقه غير بالمهل، بلا ما كتثقب لينا وبلا ما كتقطع لينا وبلا ما كتشروط لينا. وهاد بابي كويسو كيساعدنا بزاف باش كنطلقوها بكل السهوله وكتجينا رقيقه ورقه وحده، وكذلك ملي كنبغيو ديبلاسيوها من فوق سطح العمل المقله كتجينا سهل منها ما كاين، بحال شرب الماء. كيف ما كتشاهدوا معايا المقله ديالي درتها تسخن مزيان مزيان، مجرد ما كنبدا الخبيز او نطرح فوق منها هاد المسمنات، نقولو مسمنات، كنقص للصفر لادنى درجه، حيت حنا غير كنصهدوهم ماشي كنطيبوهم، غير كنصهدوهم من هاد الفاس وهاد الفاس صافي وكنحيدوهم. انا خدامه ويد كتقرص ويد مقبله المقيله قدامي، يعني ما كنجي فين نقرص هذه كتكون الاخرى راها وجدات، كنقلبها جوج تقليبات ونحيدها ومباشره كندير الثانيه كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، يعني راه سهل منها ما كاين بلا ما نبقاو نصعبوا الامور. وعلى فكره الوحيده اللي درتوها اللي خبزتوها او طيبتوها مباشره، ناخذ هنا شي سريبيتا ديال المطبخ او منيديل او فويطه تكون نظيفه وكنغطيوها بحال اللي كنصيبوا ورق بسطيله، ضروري ما نغطيو حبه على اختها، كنديروا وحده على وحده وحنا كنطيبوا وكنخبيوها، يعني كنغطيو عليها باش ما يبسش لينا وما تكرمش. على العموم ركزوا ليا مزيان على الطريقه ديال الطهي، غير كنصهدوها ملي كنحطوا داك بابي كويسو ونهزوه مباشره كنقلبوها على الفاس الاخر، كتبان لكم بحال اللي خضراء يعني راه باقا عجينه، ولكن ملي كتكمشوها وتطلقوها راها طايبه ما كتعجنش نهائيا. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الكميه اللي حصلنا عليها، ونمروا للمرحله المواليه ديال التشكيل ديالنا ديال هذا العجين. كناخذ هنايا واحد الاناء او زليفه اللي كنوعوا فيها 2 معالق حتى 3 المعالق على حسب كميه العجين اللي خدمته من الدقيق الابيض الفرص، وكنضيفوا له شويه ديال الماء وكنخلطوه مزيان باش غادي نلصقوا به، ما تلصقوش بيض البيض نهائيا، غيدير لكم الكشكوشه وغتحل لكم اثناء القلي. كنديروا هنايا كناخذوا داك الدوائر ديال هاد الوريقات او هاد المسمنات او هاد الرغيفات سميهم اللي بغيتو، كناخذوا داك الدائره على الجهه الحرشه هي اللي كتكون هنايا الفوق، والملسه اللي كتكون لتحت. كنديروا داك الدقيق غير في نصف دائره كما موضح قدامكم في الصوره، ما نحتاجش نشرح، كنديروا غير نصف دائره فقط في داك الحواشي ديال نصف دائره، وكنروليوها بكل بساطه وبكل سلاسه، سهل منها ما كاين. كيف ما كتشاهدوا معايا منين كنكمل التشكيل ديالها كلها هي مباشره ما نخليوهاش ساعه ولا ساعتين عاد نقطعوها، داك الدقيق اللي جمعنا به او لصقنا به غيبس لينا وغتحل وشي ما درناه. مباشره كناخذ هنا واحد السكين اللي يكون حاد وكنبدا نقطع على شكل اوفال، شكل مائل. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي كلها ملصقه
وحبة على اختها، قطعوها كيما بغيتو نتوما على حسب تصغروا او تكبروا، لكم الاختيار. انا درت الحجم المتداول والمعروف، وداك الطريطفات اللي كيبقاو من الجنيبات راه ما كنضيعوهمش، نقليوهم وتا هما نعسلوهم ما نحرموهمش ونعطيهم لوليداتنا. كيف ما كتشاهدوا معايا، بعد ما كنكملوا التقطع ديالها كنحطوها في واحد لاطه على هذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا كنوضعوها، يعني الشكل اللي كتكون فيه باش تاخذ داك الشكل. عندي هنايا الزيت ديالي اللي درتو يسخن مزيان مزيان، ناخذ واحد الكميله او كاسرول او الحاجه اللي غادي نقليو فيها غير تكون صغيره باش ما ترفد ليناش الزيت بزاف، نقتصدوا شويه. الا كانت في الحاره خصنا نبقاو نخويو في الزيت واحد جوج يترو، ولا انا درت هنا اقل من يترو ديال الزيت في هذه الكميله، خليتها تسخنات مزيان مزيان داك الزيت ديالي. ومجرد ما كان بدا نقلي بحال اللي غنقليو البريوات تماما، كنقص الادنى درجه، وراكم شفتوا الشعله ديال النار، كنقص الادنى درجه وكنبقى نلوح الحبات، ما نقببش الحبات بزاف شي لتحت شي الفوق اللي غيكونوا فوق السطح ديال الزيت تماما. ونبدا نقلبوا بواحد السفيفيد او بالصفايه، انا بديت كنقلب بالسفيفيد ولكن في الاخر جبت هاد الصفايه وبقيت كنبقى نرفدهم هكا ونعاود نحطهم ونقلبهم حتى كنحصل على هاد اللون الذهبي. بالنسبه للعسل راني درجته معكم وغنخليه لكم في رابط صندوق الوصف ان شاء الله بدون طنجره ديال الضغط، يعني بلا كوكوت، كيجي من اروع ما غتجربي في العسل، كيجي ثقيل والعسل ثقيل، المهم ديالو هو اللي كيلصق لينا في اي نوع المعسلات، ما كيعاودش ينزل منها، لان الشباكيه او بريوات او هاد المعسلات ديال السنطير ملي كنقليهم تيكونوا سخانين، نصفيهم مزيان من الزيت، ما نبردوهمش، غير نصفيهم من الزيت مباشره نلوحوهم في العسل اللي يكون ثقيل. ملي كنلوحوهم في داك العسل اللي كيكون ثقيل كيشربوهم، هادي راه غير القليه الاولى، يعني راه باقي داك العسل ما خداش السخونيه، القليه الثانيه والثالثه راه كيولي جاري، يعني راه كيسخن. من الاحسن نديرو العسل ثقيل باش ملي كنديرو داك المعسلات وكنصفيهم راه تيبقى يشرب فيهم داك العسل وما كيعاودش ينزل منهم، يعني كياخذ نفس القوام الاولاني اللي كان فيه. وإلا كان العسل خفيف راه كذلك، ملي كنديروا فيه المعسلات وكنديروهم يتسقطروا في الكسكاس او في البرمه والكسكاس عفوا، راه كعاوتاني كينزل داك العسل كما هو كيف ما خدمتوا به خفيف. من الاحسن نخدموا العسل اللي يكون ثقيل، ماشي داك اللي خاسر كاع محروق، ولكن ثقيل بهذا القوام هذا. وكيف ما قلت لكم غنخلي لكم في رابط صندوق الوصف. بالنسبه للقليان راه حتى كنعسل هذه ونخليها كتعسل مزيان، عاد كنمشي الرمي الاخرى الثقله على خاطرها وردوا معاها البال، ناخذوا غير هذا اللون الذهبي فقط، والنار تكون مهيله باش داك التوريقات اللي لداخل حتى هما كيطيبوا لينا وكيتقرمشوا كي من على برا كي من الداخل، ما نجهدوش النار ديها نهائيا باش ماشي تحمر لينا من برا وتكون خضراء من الوسط. نتمنى نكون شرحت مزيان بالنسبه للمبتدئين واللي اول مره غيجربوا هذا النوع ديال هذه المعسلات، هذه عليها الطلب كثير وكنشريوها بواحد الثمن مرتفع، تقريبا بحالها بحال نفس الثمن ديال الشباكيه اللي كتباع على برا. علاش لا ما تحضريهاش بهذه المكونات وبهذه المقادير اللي جد بساط، وانا بديت لكم بكميه قليله باش تزعموا عليها. كيف ما كتشاهدوا معايا الصوره راها معبره، كتجفتيه وكتذوب في الفم ذوبان ومشعبه وشاربه العسل بالطريقه التقليديه. هانت ملي غتكوني كتحضريها بالنسبه للمبتدئين يجيب لك الله بحال اللي كتصيبي الشباكيه، ماشي في الخدمه ديالها، يعني في النكهه والريحه وداك الجو ديال القليان والطفيان في العسل، يعني الرائحه في المطبخ غتكون ديال اجواء ديال الشباكيه تماما، رغم بساطه المكونات والمقادير. جربيها وردي عليا الخبر في التعاليق، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط ومن البارتاج علاش لا باش تعمل فائده على الجميع. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.